قال لي لا يا مروان، انا عارف ان الصدمه كبير، شد حيلك وان شاء الله كل حاجه تتحل. انا عايزك بس ما تعملش اي حاجه عشان ما يحصلش مشاكل. شد حيلك. فين؟ جاي في السكه. أنسة زينب، ممكن اتكلم معاكي شويه؟ انا عارف الظروف اللي انتوا فيها صعبه، بس في شويه حاجات لازم تتعمل. فاهمه طبعا. ممكن اعرف المدافن بتاعتكم فين؟ معرفش. اكيد في البلد. طيب انا محتاج اعرف اكلم مين عشان يبقى مستعد لما نخرج. انا كلمتهم في البلد وابويا زمانه جاي. اقول له ما يتعبش نفسه. متشكرين. بابا يا زينب، بس بس ممكن. مش عايزه ولا واحده تعيط، مش عايزه واحده فيكم تصوت. بس قلت مش عايزه اعيط، مش عايزه اسمع صوت حد. بس يا حبيبتي أقول لك القرآن وبس. بس يا فتاه أنا خلص كل الإجراءات دلوقتي. بعد إذنك بقى، كفاية لحد كده. لا لا يا زينب، لو مش هكون معاك دلوقتي هكون معاك إمتى؟ آه ده عشان إحنا بنات مش كده؟ لا مش وقت الكلام ده. آه أنا فهمت، علشان أنت من جواك لازم يحس إن أنت راجل، لازم تحس إن أنت عملت كل حاجة، عملت الواجب وإن مفيش أي حاجة فاتتك. أنا عارفة، أنا مقدرة كل ده. بس أرجوك بقى كفاية. عشان خاطري دي فلوسكم وحقك. مروان احنا فلسنا اه، بس مش للدرجه دي. بعد اذنك انا هدفع كل حاجه. محدش هيدفع حاجه من شيء ودي فلوسكم. ما هو علشان كده لحد كل حاجه ما تبقى رسمي مفيش حد هيحط ايده في جيبه ويطلع مليم واحد. في 60 داهية. ليه؟ عشان بقول لك اني عايزك انت مش اخوك. انت عارفه لو حد سمع الكلام ده هيحصل ايه؟ ده حبك فيها موت.
وانت لو قلت انك عايزني انا هتصرف، هخلي ابويا يفسخ الخطوبه، وانا هستناك سنه اتنين عشرة، عبد الحكيم يتجوز وانا استناك العمر كله. انا مستحيل اجبر لك اكسر قلب اخويا مهما حصل. انت مجنونه ومش عايزك تفكر انك تكلميني تاني. لا لساني يجهل لسانك ولا اشوفك. اعتبريني موت يا جبريل. وبعدين انت لازم تفهم اني بحب كريم مش حسيبه. لا ما بتحبهاش، ما تقولش كده. كريمه مين دي؟ يا حنانة ولا كريمه بتتكلف يا عبد الله؟ أدك عشت مع كريمة، جابت لك إيه؟ جابت لك بنات، لكن أنا جبت الواد. أنت عشت مع كريمة لحد ما عمرك اتجصف، وأنا عمرت وعششت، وعبد الحكيم ها ملك كبير الناحية، محدش يقدر يرفع عينه فيه. كل ده عشان جبرية معاه، وفي الآخر كريمة موتتك يا عبد الله. أنت اللي اخترت، رحت للبوم مغرب البين اللي نحستك، جابت لك الهم والغم والفلس. بالسلامة يا عبد الله، بالسلامة. وبردك هتوحشك قوي يا عبد الله. أنا رايحة بيت عبد الحكيم. أنا كنت حالفة ما أخشش البيت ده تاني، بس مش هينفع أسيبهم في الظروف اللي زي دي. بنت أصول يا نادية، هو ده الواجب. السلام عليكم. مع السلامة يا بنتي. مالك يا حاج عبد السلام؟ مفيش. روحي أنت هناك خليكي معاهم، يمكن يكونوا محتاجينك في حاجة ولا حاجة. وحد الله، أنا عارفة إنك كنت بتحبه وإنه غالي عندك قوي. قضاء ربنا، هنعترض عليه ولا إيه يعني؟ الحمد لله على كل شيء. الحمد لله، الله يرحمه. لا أنا مش هسيبك كده، أنا هروح له من الصبح، الصباح رباح. براحتك يا نجا، براحتك يا بنت. شوفي مين يا نجا. حاضر. أهلا يا فتحي، اتفضل. نادي الحاج موجود؟ آه موجود، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا فتحي. اهلا. انا اسف والله انا جاي في وقت متاخر زي ده، بس كنت عايزك بس تدليني على مكان المدافن بتاعتهم. انت عارف ان انا مش من البلد وما اعرفش اي حد، ولازم اروح الصبح بدري. مروان منبه عليا لازم اروح الصبح بدري افتح المدفن واظبطه، وانت فاهم. حاضر، بس المهم المفتاح فين؟ مفتاح مع حاجه جبريه. مع الحاج جبريه. طيب خلاص، روح انت وانا من الصبح بدري هاجي. بس ماشي، يلا مع الف سلامه يا فتحي. سلام عليكم. وصلي يا نادي.